السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد نفيد به ونستفيد. إن شاء الله حضرتك لو عايز تعمل باريزة وبتفصل بمفتاح زي كده، إن شاء الله هنعملها مع بعضينا. إن شاء الله معانا لازم يكون معانا باريزة ومعانا المفتاح. أنا هنا الكهرباء هعملها من اللي عندي هنا أهو على الكابل ده. دلوقتي هنا مفيش كهرباء، دلوقتي هوصل أنا الكهرباء أهي. ده الأرضي، ده كده الأرضي، ده الكهرباء، طرف الحارة أهو، الكهرباء حتى معايا باين أهو، تمام؟ أنا هفصل دلوقتي أهو عشان أنت برضه كمان تفصل وتبقى إيه؟ عارف. الأول الأرضي اللي الكهرباء أهو هنربطه في المفتاح، تمام؟ كده أهو، هنربطه كده في المفتاح. خلينا كده في اللي تحت اهو عشان بس يبقى واضح في الفيديو، في الطرف اللي هعمله التاني ده كده طرف الكهرباء، تمام؟ والارضي في البريزة اهو، تمام. هتجيب حضرتك حتة كوبري كده زي دي، حتة سلكة يعني، هتدخل واحدة كده اهو وتربطها هنا، تمام. وفي الطرف الثاني بتاع المفتاح هتركب الطرف بعيد الطرف الكوبري كده، تبقى بالمنظر ده كده، تمام. كده بقى معانا مفتاح بباريزة. طيب نجرب الأول، لحظة وهرجع لحضرتك. قعدنا لحضراتكم وحضرت اهي لمبة اهي وهنركبها، وهي الطريقة تانية اهي عشان برضه حضرتك تبقى عارف. كوبري من هنا، هنا الطرف الحار اللي هو الكهرباء في المفتاح، والطرف الأرضي في البريزة، والمسمار اللي على البريزة من فوق من هنا لهنا كوبري، واضحة اهي، ماشي. هحط انا الكهرباء كأن دي الكهرباء اللي عندك اللي هي طالعة من الطرفين، هشغل انا كده اهو، وادي البريئة لمبة اهي عشان نجربوها، شغالة اهي وبتفصل، بسيطة اوي اوي انك انت تعملها وسهلة. والى اللقاء في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد، نرجو مشاركتنا على الثلاث منصات وتابعونا، وان شاء الله هتلاقي فيديوهات كتيرة وفي فيديوهات سابقة. اللي اول مرة بيشوفنا اهلا بحضرتك، اعمل لنا متابعة ومشاركة، وكلمة طيبة منك هتساعدنا وهتفيدنا، وانشر الفيديو عشان الفايدة تعم. الى اللقاء.